بقول لكل الاعلاميون الزملكاويه، لنا اعلاميين كتير بدءا من خيال فهم عمر وهي في ذكرياته لما كان في اذاعه الشعب 7 و5 استاذ كامل البطار والاستاذ عمر بطيشه، عندنا حازم امام، عندنا خالد لطيف، عندنا فاروق جعفر، عندنا ناس كتير دلوقتي في الاعلام من زمان. تعالوا بقى ورونا على شطارتكم، اقفل ما تفتحش تاني. تعالوا ورونا حبكم للزمالك. عندنا فنانين كتير زملكاويه، عندنا عمرو دياب، محمد منير، هاني شاكر، تامر حسني. مش تعمل جول يبقى اهلاوي دلوقتي بالرغم ان بيلعب في الزمالك، يعني مش مشكله يعني. هناخد النص الفوقاني. عندنا حكيم، عندنا فارس حد، عندنا محمد هنيدي، عندنا فنانين كتير زملكاويين. لازم اللي بيحبوا الزمالك كده، وعندنا مدحت العدل ومدحت العدل المنتج. لازم الناس دي كلها يبقى ليها برامج في القناه باذن الله، وهننصر مع بعض بقى حب الزمالك حتى لو هتدي من وقتك 5 دقايق للحلقه.